الوسيم او فهد الوسيم تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والذي أمر بإعطاء نفسا وديناميكية جديدة للصيد البري وما يحيط به بالنسبة لحماية البيئية والتوازن البيولوجي، نحن كلنا مهيئون. نعلن اليوم في ولاية وهران رسميا عن افتتاح الموسم للصيد البري لموسم 2023-2024. كل الظروف متوفرة باش يكون موسم إن شاء الله مليح، ويكون موسم جيد، ويكون والغرض منه هو نشاط رياضي وترفيهي، ليس الغرض منه هو تقليص الثروة الحيوانية، بل بالعكس هو يعني اكثارها وتعميرها. ان شاء الله احنا كصيادين احنا غادي نساهموا ان شاء الله في اعمار الغابه وفي المحافظه على الصيد. احنا ماشي غير صيدوا، احنا باذن الله الصيد معانا يتكاثر. احنا دوك نحمو الغابه من الحرائق، من الصيد الجائر، عندنا خدمه بزاف ماشي غير الصيد.